يا حبيبي يا عم الشبيبة يا ناصر حسين وحبيبة سلامي لك من هذه العجيبة من زينب الحرة النجيبة من زينب الحرة النجيبة مشق شعيرة من شعائر الإمام الحسين عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، وأكثر مدينة اختصت في المشق هي مدينة النجف الأشرف. والمشق هو عبارة عن استعراض عسكري بالسيوف، العشيرة مجموعة من الأشخاص مجموعة من الشباب، وهذا نابع المشق عندنا رواية عن الحبيب ابن مظاهر الأسدي الصحابي الجليل عندما استعرض ليلة العاشر من محرم أمام السيدة زينب عليها السلام، وكان استعراض حبيب بن مظاهر ونافع وبرير وهالمجموعة الطيبة هاي أمام السيدة زينب وأمام الإمام الحسين عليه السلام. فإحنا اتخذناها هذا استعراض نواسي به السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وبنفس الوقت نحن جنود إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف في المشق قديم، وكان على شكل مجموعات، بعدين صارت على شكل مواكب وأطراف. وتدري النجف بيوتات مو عشائر، بيت فلان بيت فلان منطقة الفلانية المنطقة، والنجف كانت أربع أطراف أبراق مشراق عمارة حويش، بعدين اتطورت بالملوكية صارت الجديدة الأولى والثانية. فكانت النجف الأشرف بالمشق تبدي بالأطراف، أكو مواكب بعدين صارت استحدثت، بس اكثر شيء تقريبا اكثر من 200 اكثر من 200 سنه كمواكب كاطراف، بالذات الاطراف رقم واحد. بعدين صارت مواكب عشائر، يعني صار لنا 71 سنه 70 سنه المشق مالتنا، الطرف صار له فوق ال 150 اكثر من 150 سنه، الابراك كذلك، العمار الحويش، والعماره تتصف بالمشاعل الحويش كذلك بالمشق والمشيق. ف هذا البعاث المشق من ذاك الوقت إلى هذا الوقت إن شاء الله مستمرين. المشق كان بالبداية أكثر شيء ليلة العاشر من المحرم، بعدين كثرة العزوات والناس تحب تشارك بالشعائر الحسينية وخدمة الإمام الحسين عليه السلام اتطورت كثرت، فصارت تنزل من يوم سابع إلى اليوم ثامن إلى ليلة التاسع، وليلة الطباق الوادم تنزل الصبح، ومعروف الوادم الفجر شو يسوي في مدينة النجف، كل العراق نقدر نقول.